ممكن ظاهرة بتبقى نادرة شوية إن يكون لاعب الدايرة أشول، ويعني أنا شخصيا ما أعتقدش أنا شفتها قبل كده. فإمتى حسيت إنك تلعب لاعب دايرة مش جناح أو باك؟ دي بدأت من زمان. أول بدأت هاندبول يعني بدأت في الترسانة، كان معانا كابتن رفاعي عاطف، كان في الفرقه 7 شهور، كان في 3 وينج رايت 3 باك رايت. ساعتها كنت انا اخر حاجه، كنت لسه داخل الفرقه، لعبني فرود، فهي جت من هنا بقى، بدا يمرن على الفرود بتاعي، لقى تحركاتي كويسه ولقى ان انا بعرف استلم واعرف الف، هي بدات من هنا وكملت كده فرود خلاص. جربت تستغل انك بتلعب بايدك شمال، فلما الفريق يحتاج تلعب جناح تلعب جناح، ولا هو عادي اه ساعات يعني كان في مرات طبعا الفريق محتاج وينج رايت، الفريق محتاج باك رايت، بس طبعا ده في يعني زمان يعني لما كنا صغيرين. لا دلوقتي خلاص الموضوع بروفيشنال طبعا اكتر، كل واحد يعني في مركزه بيطلع افضل حاجه عنده. ما في يعني ما اعتقدش ان انا لو طلعت في الباك هفيد او في الوينج هفيد يعني، بس انت ممكن تسد خانه لو في عندك قصور يعني مش اكتر. شايف ان اللعب بايدك الشمال ده مديك افضليه كلاعب دايره، يعني الجون اللي قدامك بيبقى لا طبعا مديني ميزه طبعا عن الدوائر كلها طبعا، في تحركاتي في الاتجاه بتاعي، لو لفيت طبعا، لو لفيت وانا بشوط على الجون، الجون طبعا بيبقى هو خلاص مأهب نفسه ان هو يطلع على ايد اليمين ويبدا يقفل زوايا، فبيلاقي ان انا اشول، الموضوع بيبقى مختلف طبعا جدا، بيسهل عليا حاجات كتير يعني. هل ممكن يؤثر على زمايلك بقى اللي معاك في نفس الفريق؟ ما اعتقدش ان الموضوع ده ممكن يؤثر يعني خالص، لاعب الدايره لازم يكون بيستلم بايديه اليمين والشمال، مش هتفرق اصلا حتى لو انا ايمن، لازم اكون بستلم بالشمال، لان هيبقى في اوقات مثلا ببقى تحت ضغط مثلا على ايدي اليمين تلاقي مدافعين، فلازم هستلم بالشمال، فهو لا ملهاش علاقه خالص يعني. بس اهم حاجه نكون بنتمرن مع بعض يعني عشان يعرفوا تحركاتي، يعرفوا اكون موجود امتى هنا، احجز اجري كده يعني.